ازيكم يا حلوين؟ النهارده هنعمل الليب ستين او الليب تنت، او لو حد يعرف ان في فرق ما بين الليب تنت والليب ستين يكتب لي في التعليق، لان انا شايفاهم هما الاثنين حاجه واحده الحقيقه. بصوا بقى، انا دلوقتي هوريكم انا بفكر ازاي لما باجي اعمل وصفه. هوريكم مثلا انا هنا اللي طلعت وصفه من الموقع اللي اسمه ميكينج كوزماتكس، وهشوف الخامات اللي عندي هشتغل بيها، واللي مش عندي هلغيها واحط بدلها حاجات تانية، والحاجات اللي ملهاش لازمة برضو هشيلها، وهتشوفها ايه انا فكرت ازاي خطوة خطوة. بصوا هنا، اول حاجة عندنا هنا الديستلد ووتر اكوا اللي هو الماء المقطر. هنا احنا هنشتغل على 50 جرام، فهنا 38.1. ماشي اوكي شغال. بعدين هنا عندنا الاوليفيرا جوس اللي هو الماء الصبار، انا هشيله. عارفين هقول لكم دلوقتي انا هشيله ليه. وعندنا هنا الماء الورد، طبعا ده اساسي لان هو ده ليبستين بماء الورد. عندي هنا منه 14% اللي هو ايه 7 جرام. عندي هنا بقى النوع الجم الغريب قوي ده، اسمه مش عارفه ايه، ما عنديش منه. انا عندي هنا اختيارين، يا اما احط الهيدروكسي سيل سيلولوز اللي هو الاتش اي سي، يا اما احط مثلا اللي هو الزنسان جام، سمغ الزنسان. لكن السمغ ده انا ما عنديش منه، اللي هو اسمه مش عارفه ايه، كذا ليبينيا سيكونوزا جام، ده انا ما عنديش منه خالص، فده انا هستبدله بحاجه تانية. بس إيه وهما كمان هنا مستخدمين معاه الجل ميكر، انا ما عنديش الجل ميكر، وطبعا مش متاح عندنا هنا في مصر. فهنا مكتوب ثيكنر وهنا مكتوب ثيكنر، يعني الصمغ مثخن والجل ده مثخن، فانا هعتبرهم حاجه واحده وبدلهم بحاجه واحده. يعني هنا مكتوب هحتاج فاصلة اتنين، وهنا فاصلة اتنين ونص، فانا هقول ايه، يبقى انا محتاجه نص جرام. فمثلا ايه اقرب حاجه له لقيتها على لما جيت بحث في الماده، لقيت ان اقرب حاجه له هي الاتش اي سي، فانا هستخدم نص جرام من الاتش اي سي. وعشان ادوب الاتش اي سي انا محتاجه جليسرين، فهنا انا هعمل ايه، انا هلغي الاوليفيرا جوس اللي هو الماء الصبار ده، هلغيه تماما من الوصفة، واخد بداله نفس النسبة هاخدها جليسرين علشان ادوب الاتش اي سي. فهمتوا؟ فهنا انا بقى معايا نص جرام من الاتش اي سي، بس ده يعني مش كفاية علشان اقدر ان انا ادوب اللي هو الصمغ بتاعي الاتش اي سي خالص. الجلسرين ده مش هيبقى كفاية. هنا مكتوب في الاخر مكتوب جلسرين 2.5 علشان ادوب بيهم فاصلة واحد من اللون، فانا هخليها انا ممكن ادوبه في اتنين جرام بس، واخد النص ده احطه هنا، يبقى انا هنا انا معايا جرام، هنا هيبقى ايه معايا جرام بس، برضو مش كفاية. هنا في خلاصة برضو انا هشيلها، الخلاصة دي نص جرام كده، يبقى انا معايا جرام ونص كده، يبقى انا ممكن ادوب ال اتش سي. هنا انا لغيت خالص الماء الصبار، وكمان هلغي الخلاصة ملهاش لازمة. يبقى انا هنا معايا 2%، يعني معايا جرام، وهنا استلفت من هنا نص جرام، يبقى انا معايا جرام ونص. اوكي، فانا هنا ايه هكتب ان انا هنا معايا الجليسرين
معايا الجليسرين هيبقى 1.5، اوكي. وبعدين هنعمل ايه تاني؟ انا هقول لكم دلوقتي الصمغ ال اتش اي سي، اتش اي سي هلغي ده بقى طبعا، اللي هو التكنر ده مش عايزاه، كل ده كده عشان ما تلخبطش. ال اتش سي انا هنا المفروض التكنر فاصلة 2 وهنا فاصلة 4، بس انا بالنسبة لي مش هخليه فاصلة 6، هي فاصلة 5 كفاية اوي. يبقى 0.5 اتش اي سي، هدوبهم في 1.5 يعني قدهم 3 مرات، يعني اكيد هيدوبوا يعني ان شاء الله. هنا برضو هنا بيقول لك فينوكسي ايثانول وسوربيك اسيد كابريك جلايكول، طبعا لان الفينوكسي ايثانول انتوا عارفين لوحده مش كفايه، فانا هعمل ايه؟ الفصلة 4 دول هيبقى مثلا هيبقى 0.3 فينوكسي، اوكي ماشي. وبعدين هنا في بقى هيبقى في هنا ايه؟ ميثيل بارابين 0.1، اوكي. يعني هنا فينوكسي، اوكي، وبعدين 0.1 ميثيل، مش عارفة بتتكتب ازاي، بارابين، اوكي. والجليسرين اللي هجوب فيه اللون هيبقى برضو زي ما هو، 2% هنا. العسل طبعا موجود. ونبتدي نعمل الوصفة، ويا رب اكون شرحت لكم، بس انا طولت عليكم، بس لازم اقول لكم انا بفكر ازاي. طبعا بعد ما عملت 500 وصفة بقى سهل عليا قوي ان انا اقرا اي وصفة وان انا ابدل حاجة بحاجة. هنا انا معايا 38 جرام فاصلة 1 من الماء المقطر، هضيف عليهم 7 جرام من هيدروسول الورد. عايزه اقول لكم معلومه اخيره، انا لما لغيت ماء الاوليفيرا، لو انا كنت عايزه استعمله كان ممكن بمنتهى السهوله ان انا اخصم نسبه من الماء المقطر واخلي الصبار زي ما هو، بس انا فضلت ان انا اقلل الخامات علشان الوصفه تبقى اسهل. يعني كل ما الخامات قلت كل ما بقت اسهل، وفي نفس الوقت ماء الصبار هيوماكتنت، وانا مستخدمه جليسرين بكميه كفايه قوي، فمش محتاجه ان انا اضيفه. يعني ده تفكيري. يعني ده الهيدروكسي ايثيل سيليولوز اللي هو الاتش اي سي، واخدت منه 0.5. لو تفتكروا كان نسبه الثيكنرز اللي هي الصمغ لما حسبنا كانت 0.6، واحنا قلنا 0.5 كفايه، فالفاصلة 1 ده انا هعوضه في الجليسرين. بدل ما الجليسرين المفروض يبقى كنا حاسبينه 1.5، خليتها 1.6 عشان الوصفه تطلع مظبوطه. انا هضيف البودره على الجليسرين هيكون اسهل، وهنا زي ما قلت لكم 0.6 جليسرين. وهبتدي ان انا ادوب بقى. هي كمية بسيطة قوي، وهضيفها للماء المقطر اللي هو الماء المقطر اللي عليه ماء الورد.
هاخده بالظبط 30 ثانية في الميكرويف، هنتظر لغاية لما درجة الحرارة تنزل لحد تحت 40 علشان اقدر ان انا اضيف المادة الحافظة بتاعتي. هنا درجة الحرارة بقت 30، مناسبة ان انا اضيف المادة الحافظة. بصوا قوامه يعني هو مائي لكن في لزوجة كده بسيطة، هو ده اللي انا عايزاه. انا جربت قبل كده ان انا عملته بالصمغ الزنسان، اداني كده قوام شويه جل، بس مش ده اللي انا عايزاه هنا في الوصفه. وجربت قبل كده بالسي ام سي برضو، طلع شويه ملزق لما باجي استعمله على الخدود او كده، بص ما بحبش احساسه. فانا بقول لكم الحاجات اللي انا جربتها عشان لو حد عايز يستبدل المواد يبقى عارف التاثير بتاعها يعني عامل ازاي. دلوقتي انا هضيف فاصلة ثلاثة من الفينوكسي ايثانول، فاصلة ثلاثة بالظبط مش اكتر من كده. بصوا ده الميثيل بارابين، انا وزنت على الميزان الحساس 0.1، وبعد كده رحت واخده نص الكميه عشان انا ميزاني مش هيجيب اللي هو 0.1 ده. انا حسيت ان انا لو ضفت يعني 1% هيبقى كتير على الكميه، على الكميه الصغيره دي. يعني لو ضفت 0.1% هيبقى كتير، ده اللي اقصده. فخفت، انا بخاف ازود في المواد الحافظه. بيدوب على طول اهو، اعمل كده عشان النقط اللي ما دابتش. شايفين كل ما بيبرد كل ما قوامه يعني بيغلى سنة، بس مش بيوصل لمرحلة ان هو يعني بيبقى جل. انا عايزاه مائي كده، مش عايزاه كمان يكون ملزق على الخدود. يعني اهو هنا اندمج تماما، المواد الحافظة اندمجت تماما. هعمل بقى الخلطة بتاعت اللون. بصوا ده اللون اللي انا هستخدمه، يعني لسه جايباه من نفس الموقع اللي انا اخدت منه الوصفة اللي هو الميكنج كوزماتيكس. اهو ده اللون، اسمه دي ان سي ليك ريد نمبر 28. انا طبعا يعني جبت يدوبك على قد الفيديوهات، جبت معلقة شاي صغيرة زي ما انتوا كاتبين كده، زي ما هم كاتبين كده 1 تي سبون. يعني طبعا يعني ايه الموضوع، ايه خراب ديار شويه بالنسبه لي ان انا اجيب من كل المكونات، فبقيت اجيب اقل كميه من كل حاجه بصراحه. شايفين جمال اللون، لون جميل جدا، بحب قوي الالوان دي انا في التنت، احس كده ان فيها روح كده. هنا ده ال 2 جرام جليسرين، الاسهل ان انا اضيف البودره للجليسرين. هعمل كده دي في اللون كده، احاول انزل كل تنتوفة مش هسيب حاجة خالص. شايفين جماله؟ روعة 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 روعة، اللون لوني المفضل ده.
في ناس بيقولوا ان اللون الاحمر في الروج عامة بياخد العين. بصوا بقى، عايزة اوريكم القوام لما برد تماما. بصوا مائي بس فيه لزوجة كده بسيطة، حاجة بسيطة يعني عشان ما يطلعش ملزق. هبدأ بقى ان انا اضيف اللون بتاعي. الاسهل ان انا انزل شوية كده هنا وارجع تاني اضيفهم. يا جمال اللون، هبتدي انزل في العبوة وبراعي ان العبوة تكون كده من فوق واسعة عشان اقدر ان انا انزل بسهولة. بصوا الكمية عملت 4 عبوات وفضل حبة صغيرين، كان ممكن يعملوا 5 بس انا بملى العبوة على الاخر الصراحة، يعني مع اني كنت لابسة جوانتي وبرضو يعني ايدي اتبقعت. هي اسمها ليب ستين يعني بقعة، يعني ستين يعني بقعة، ف بقعة للشفاه. برضو انا منتظرة ردكم، تكتبولي في الكومنت ايه الفرق ما بين الليب تنت والليب ستين، ماشي؟ عشان انا ما مرضتش اعمل سيرش على الموضوع ده وقلت اسيبكم انتوا تشتغلوا على الموضوع ده. اها ده اللون. مش عارفة واضح ولا مش واضح. ده اللون بيدي كده لون وردي كده جميل للشفايف وكمان للخدود، جميل جدا. وعلى فكرة في ناس كمان بيحطوه على كعب الرجل علشان يدي لون، يعني بيبقى عامل كده حاجة زي دم الغزال يعني.